بيطلع عبد الله الديب، تامر عبد الحميد بمهاره عاليه قوي يلم وياخد الكره لنفسه. وادي ياسر الكناني، ياسر الكناني حلوه، وادي الكره حلوه حلوه، والهدف الاول لنادي المنصوره يجيبه تامر عبد الحميد. كره حلوه 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 وتحرك اكثر من رائع تامر عبد الحميد، وانطلاقه لاعب خط وسط منطلق من الخلف للامام ويضرب الدفاع من قانون العرب، وخد استلامه وكره حلوه حلوه من ياسر الكنياني، ويتقدم المنصوره في الدقيقه العاشره. نشوف مره ثانيه في الاعاده، ادي ياسر الكنياني هو على الارض وعملها حلوه حلوه، مشاها لتامر عبد الحميد ومنطلق على طول يحطها على يمين حارس المرمى طارق سليمان، ويتقدم المنصوره 1-0. فتح الله يلم، تتخطف تامر، يديها لحسام، وحسام، وهدف هدف كده. كرة خبطت في ثلاث اربع انفار وتوصل لتامر عبد الحميد، ويخش على طول الهدف الثالث لتامر عبد الحميد، بتصبح النتيجة 3-0 تامر عبد الحميد. في الدقيقة 12 من الشوط الثاني، شوف حضراتكم لما يعني الفريقين شدوا على بعض في الدقيقتين كده، بيفكر الراجل اهو بيقول ولو برضه انما الاداء مش هو. ادي اهو الكره اتغمدت لحسام، وحسام لعدم العرض ما طمعش فيها، خبطت في جمال حمزه وراحت لتامر. او شوف حضراتكم هنا برضه حسام ما طمعش الصراحه، لعبها بره لجمال حمزه، خبطت فيه واتصلحت لتامر عبد الحميد، يتقدم الزمالك. او شوف هنا حسام الصراحه صنع هدف، هي خبطت في جمال وراحت لتامر عشان تصبح النتيجه بعد 12 دقيقه من الشوط الثاني 3 الزمالك. كويس سليمان، وطريق السعي الثاني ترجع لمحمد عبد الواحد، وعرضيه ثاني من محمد، وترجع لتامر عبد الحميد، وجامده حلوه يا خبر ابيض، حلوه 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 يا ولد تامر عبد الحميد، كل جميل 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 والله يا ابني، فكرتنا بيا ايه ده.